الكلمة الآن سي حميد شباط الأمين العام لحزب استقلال. سي الخلفيتي يقول لنا 4 سنوات هي حصيلة إيجابية ومشرفة سواء اقتصاديا اجتماعيا سياسيا وحتى دستوريا. شنو ممكن تقول سي حميد على 4 سنوات من حصيلات الحكومة، خصوصا أنكم حزب يكون داخل الحكومة ثم انسحبتوا بعدها ومشيتوا إلى صفوف المعارضة؟ بسم الله.